أنا عمر بن سعيد الجربي، قد وفدت من المغرب العربي. لقد قدمت لها متلاهفا لرؤية أهلها وعلمائها الأماجد، وها هي قدمي تطأ أرض عمان، وها أنا قد طفت عمان وأبصرت ما أبصرت فيها. أهلا بك أيها الشيخ الجربي، تفضل إلى بيتنا. أنتم أهل كرم وضيافتي أهل عمان. لقد غمرني أهلها بكرمهم ورغد ضيافتهم. لقد أبصرت في المدينة عجبا، إمام عمان بالعرب بن سلطان، قد شق الأفلاج التي تصل بالماء العذب كالعروق تهب الدم للجسد. شق الأفلاج في كل أنحاء عمان، وها هي نخيل عمان باسقات وأشجار مختلف ألوانها. عمان مستقرة في عهد إمامها العادل بالعرب ابن الإمام سلطان بن سيف محرر عمان، وها هو الإمام يأمر ببناء حصن في أرض جبرين ببهلاء. هيا يا أمهر بنائي عمان، ابنوا لنا حصنا بجبرين وقاية من مرديات الزمن، ومزركشا بأروع الزخارف العمانية وبأبدع الزوايا، ليبقى شاهدا على تاريخنا المجيد. ولقد شهدت بناء ذلك الصرح المعظم الذي أراد الإمام أن يجعله سكنا له، وها هم أعظم بنائي عمان يضعون الطوب والطين ويشكلون الصخر وينحتونه بزخارف معمارية فريدة. في نفسي نصيحة نوجهها لإمام عمان، وإني لا أخشى على نفسي من عزله وسماعه النصح. مولانا، أصلح الله أحوالك وسدد أقوالك وجعل للسعادة مرجعك ومآلك، فأقول أنا العبد الفقير، إني لما من الله تعالى علي بالوصول إلى هذه البقعة المباركة رأيت بحمد الله في مسكد وسمائل وفي نزوة وفي هذا المقام الشريف من الأحكام الشرعية والسنن المحمدية من شرح به الصدر. فتأملت أحوال عمانة فوجدتها عجيبة الشأن، حسنة الشكل، كاملة الأوصاف، سوى أن مجالس ذكري ومدارس العلم فيها قليلة، والعلم سيدي كما لا يخفى عليكم يزداد بالاستعمال وينقص بالإهمال. فإذا كان الأمر هكذا فينبغي لإمام المسلمين أيده الله بالتوفيق وأنار له معالم التحقيق أن يجعل في كل حصن من حصون مملكته معلماً يعلم الناس. الله الله ثم الله الله، وحاش لمثلك أن يتغافل ويتهاون في مثل هذا، وأنت بتوفيق الله وفضله خليفته في أرضه. وهذا سر من العبد الغريب إلى المولى الحبيب، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ورضوانه. أهلا بك أيها الشيخ الجربي. لقد كان لنصيحتي أثر جميل. لا شكر على واجب يا مولاي. تلقاها الإمام بالقبول والتبجيل، فقام وشمر وحث الرعية على طلب العلم وأمر بالتعليم في ممالكه. وإذا بالإمام يبدأ بحصن جبرين فيقيم أول مدرسة بعمان، فيستقطب العلماء وطلاب العلم فينهلون من المعين الصافي، وكان الإمام يخدمهم بنفسه ويتحرى لهم الأطعمة المقوية للإفهام والذكاء، فإنه مقوي للأذهان. وإذا بهذه المدرسة قد خرجت الأدباء والعلماء، وتخرج من هذه المدرسة 50 عالماً من أهل الاجتهاد وأهل الرأي، فلذا أصبحت عمان نيرة بالعلم والعلماء. فهنيئاً للإمام بالعرب بن سلطان.